السلام عليكم ورحمة الله. الله أياما تقضت بطيبة وحيا ليال وحيا ليال ما عرفت لها الله أياما تقضت بطيبة وحيا ليال ما عرفت لها بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لو مر في مسمعي تهجرت أدمعي وانفض شوقي له وحل بي أضلعي لو مر في مسمعي تهجرت وفض شوقي له وحل في أضلعي مالت قلبي فدا ونرت دربي هدى وكنت لي سيدي نورا أضاء المدى نورا أضاء المدى بالغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا سلام ربه ما أجمل هذا الصوت اللبناني والأداء الجميل الأستاذ أحمد بخاطر أحببت في البداية أن أشكر الكورال ما شاء الله على أدائهم الجميل الرائع تحية كبيرة لأعضاء الكورال ما شاء الله ابتسامتهم حلوه في بعضهم زعلانين ما ادري ليش عبد الله انت ما شاء الله عليك مش متسابق انت محترف يعني ادائك يعني ما شاء الله بالطريقه اللي انت انشدت فيها والجوابات اللي طلعتها وصوتك على فكره يعني كان في بعض المكانات كان حاد وكان بعض المكانات كان رخيم هذا يدل على انك انت محترف ما شاء الله هل انت فعلا محترف ولا انا يعني الحمد لله صار 18 سنه بالانشاد 18 سنه الحمد لله تكللت هنا في السهرة الأولى 18 سنة هو ينشد أتمنى لك التوفيق ما شاء الله جدا كان رائع شكرا جزيلا أستاذ لطفي بوشناق تحية لبنان الحبيب تحية ليك حبيبي الغالي عبد الله
طبعا أنا نفس الشعور، يعني حسيتك مش جديد على المسرح تغني، بس نحبك تكون الحلقات القادمة إن شاء الله كان كنت موجود نحبك تكون أكثر مرتاح. الناس راهو الناس الجمهور لما ينظر لك وانت تغني يحب يحس بالراحة متاعك، ويحب يحس اللي انت مبسوط مش مشدود. ما تشد، خليك امكانيات موجودة والصوت موجود وعندك 18 سنة تجربة، فيعني ريلاكس شوية يعني انبسط ارتاح، خلي الناس تشوفك انت مبسوط تنقل لهم الانبساط بتاعك. شكرا جزيلا استاذ لطفي. استاذ محمود التهامي. يا عبد الله، انت كما قال اخي الاستاذ احمد ابو خاطر، يعني انت مش متسابق، انت معلم. انت يا عبد الله بتدرب؟ انا عندي فرقه انشاد. عندك فرقه انشاد؟ نعم. يعني معلم. يا سلام. اتعلم منكم ان شاء الله. لا انت معلم واحنا منك نتعلم. يعني ان شاء الله انت لو يعني اعتقد الدوره القادمه ان شاء الله تيجي تقعد جنبينا هنا. طيب بص يا عبد الله، اعلى درجه في توظيف طبقات الصوت والتمكن انت اللي واخدها النهارده. يا سلام. وانا يعني هقول حاجه للشعب اللبناني العزيز، انا مش مسامح الشعب اللبناني لو قصروا معاك في التصويت وما كملتش في السهرات القادمه. شكرا. احسنت. شكرا جزيلا. شكرا استاذ محمود. شكرا يا عبد الله. شكرا. اذا حتى لجنه التحكيم تدعو الجمهور المتابعين الى التصويت. التصويت سيقف بعد هذه الوصلة، بعدها سنقف.